نواصل مدنا مباشر برقتكم مشاهدينا، ونرسم مع بعض لوحة الشروق الزاهية من خلال بلدنا حلوة، ومن ثم نعود معكم. قبلة الأنظار وملهم المبدعين وحادي ركب الخضرة والجمال، أينما سار وجدت. هي وقفة على خالد يشق بعنفوانه مجراه من المنبع النيل الأزرق، والذي ينبع من بحيرة تانا في أثيوبيا ليصل إلى مدينة ود مدني، مارا بعدد من المدن والقرى على أرض الجزيرة. هنا تتلاقى تفاصيل العلاقة بين النيل والسماء والإنسان، فالنيل تمنحه السماء أن يهب السحاب الرخاء لتخرج الأرض زينتها نعمة وجمالا، فالنيل مصدر الحياة وكذلك الجمال، والناس هنا في تعايش نفسي في حضرة النيل، فالعادات والتقاليد وحتى البيئة المحلية تشكلت على إيقاع مجرى النيل، فمدينة ود مدني قامت على ضفته مثل غيرها من المدن والقرى بولاية الجزيرة، فارتباط الناس وحياتهم مع النيل تمثل علاقة ممتدة على مر الحقب والعصور. منذ القدم معروفة أن الحضارات كلها ارتبطت بمصادر المياه وخصوصا الأنهر وكذا، لذلك كان للنيل علاقة وثقة جدا بمن يسكنون حوله، وهذه العلاقة يعني تفاعل معها الناس لدرجة أنه كثير جدا من العادات والتقاليد وكذا يعني كانت مصدرها كان النيل وارتباط الناس بالنيل. وكيف لا يرتبط الناس بالنيل وهو مصدر الحياة، لأنه من الماء يعني كل شيء حي. النيل الأزرق الذي يتراوح عرضه ما بين 400 إلى 700 متر على امتداد أرض الجزيرة على طول 640 كيلومترا من مدينة الروسيرس وحتى الخرطوم، يستقبل رافدين رئيسيين هما الدندر والرهد، واللذان ينبعان من المنحدرات الغربية للهضبة الأثيوبية غرب بحيرة تانا، حيث أسهم التنوع الجغرافي والبيئي في إكساب المنطقة حضارات وثقافات متنوعة، فالنيل الأزرق عرف بأسماء متعددة أبرزها الرفاعي والعاديك. هذا التنوع والتباين الذي ارتبط بالنيل منذ قديم الزمان شكل موروثا تاريخيا عرفه الناس من خلال الآثار الكشفية للمواقع المختلفة على ضفاف النيل الأزرق، حيث تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 77 موقعا أثريا تعود إلى فترات تاريخية بعيدة، وهذه المنطقة منطقة أبو حراز التي تقع على ضفة النيل الأزرق وجدت بها العديد من المواقع الأثرية التي تبين الحضارات التي قامت، خاصة الحضارات الإسلامية. يعتبر قصر الضيافة من أهم المعالم التي أنشئت على ضفة النيل الأزرق، فالقصر الذي أنشئ منذ ستينيات القرن الماضي بهدف استقبال وفود زائرة إلى ولاية الجزيرة يمثل تحفة معمارية تحظى بالتجديد والمحافظة سنويا، والقصر يجمع ما بين روعة المبنى ونسق الحدائق والأشجار وهواء النيل، ويشكل لوحة بصرية ساحرة. هذا الطريق المسفلت يعرف بشارع النيل، يحاذي النيل الأزرق ولا يفصله عنه إلا كورنيش النيل، هو واحد من أقدم وأشهر الطرق بمدينة ود مدني، وتعمل هيئة تطوير وتجميل المدينة على تأهيل جوانبه والاعتناء بالكورنيش المطل على النيل الأزرق لخلق المزيد من الجمال وتحسين اللوحة الجمالية لواجهة المدينة. هو النيل صانع الحياة وقلبها النابض، ألهم الأرض قبل أن يلهم الإنسان، سره لا يطويه التأمل، وقوته منبع قوة البقاء، شكل حضارات سابقة واحتفظ بها ببقائه تاريخا صاغ ذاكرة الحاضر وفكرة الإنسان،